السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في سورة الفرقان الآية 63 و67. عندنا في البداية نقوم بحل الأسئلة. عندنا هنا: ويمشون في سكينة ووقار بلا تكبر. عندنا هنا الآية: هنا ويمشون على الأرض هونا، الآية 63. عندنا هنا الآية 63: لا يلتفتون إلى السفهاء ولا يقربونهم بمثلها، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خير. طبعا عندنا هنا الإجابة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا هنا تكملة الآية 63، الآية 63. عندنا هنا: يكون لهم من ليلهم عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى، فيصلون بعض الليل أو أكثر طائعين. عندنا هنا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عندنا هنا الآية 64: يتضرعون إلى ربهم بالدعاء ليصرف عنهم عذاب جهنم. عندنا هنا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هنا الآية 65. الآن ننتقل إلى هنا: يتوسطون في أنفاقهم المال من غير إسراف ولا تقتير. عندنا هنا الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. عندنا هنا الآية 67، فنكتب الآية هنا 67. الآن ننتقل إلى هنا: لون المستطيل الذي يحوي الإجابة الصحيحة من الخيارات المعطى. المسلم يمشي ب طبعا سكينة وتواضع. سلام المسلم على الجاهلين عليه سلام، صفح وعفو. المسلم ينفق ماله ب الاعتدال والتوازن. الآن ننتقل إلى هنا: إضافة عبودية المؤمنين لله تعالى هي إضافة وش؟ تشريف. هنا إضافة تشريف. الآن ننتقل، أجيب شفهيا، اشرح العبارتين الآتيتين: مشية المؤمن تعبر عن شخصيته. المشية غالبا ما تعبر عن شخصية صاحبها وما يستكن فيها من مشاعر وأخلاق. فالرجل له مشية والمرأة لها مشية أخرى، والمتكبرون لهم مشية والمتواضعون لهم مشية، والصحيح السليم له مشية، والمريض العليل له مشية، وهكذا كل مشية معبرة عما في ذاتها. عندنا هنا الترفع عن الرد على الجاهلين فيه حفظا لوقت المسلم وكرامته. المسلم جاد لا يشغل نفسه بالاشتباك مع الرفقاء، بل يترفع عن ذلك، ليس لضعف منه، وإنما صيانة لوقته أن يبتده فيما لا يليق ولا يعود عليه بالفائدة، فهو مشتغل في حياته بما هو أهم وأرفع، وصيانة لكرامته. الآن ننتقل إلى رابعا: وردت صفات أخرى لعباد الرحمن في الآية 68 و74 من سورة الفرقان. عندنا في البداية عدم
الشرك. رقم 2 عدم الاعتداء. عدم الاعتداء. رقم 3 الابتعاد عن الفحشاء. الابتعاد عن الفحشاء. رقم 4 الابتعاد عن شهادة الفحشاء.